وطوبى 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 لذلكم الرجل الذي اقتدت به مئات الناس، الذي اقتدى به مئات الناس، فكان نعم الرجل لتمثيل الإسلام والتخلق بأخلاقه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. الحمد لله معيد الجمع والأعياد ومبيد الأمم والأجناد وجامع الناس ليوم لا ريب فيه، إن الله لا يخلف الميعاد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ند له ولا مضاد، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المفضل على جميع العباد، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما. أما بعد، أيها المؤمنون الصادقون، أيها المؤمنون المتقربون إلى الله، أيها المؤمنون، اتقوا الله تعالى واشكروه على ما أنعم به عليكم من إتمام الصيام والقيام، فإن ذلك من أكبر النعم، واسألوه أن يتقبل ذلك منكم ويتجاوز عما حصل من التفريط والإهمال، فإنه تعالى أكرم الأكرمين، فإنه تعالى أجود الأجودين. عباد الله، تذكروا من صلى معكم في مثل هذا اليوم من الأعوام الماضية.